والآن لمناقشة هذه المعطيات معنا من عمان اللواء أسامة العلي عضو المجلس الوطني الفلسطيني. مساء الخير سيادة اللواء، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. أنا أريد أن أبدأ مع حضرتك بالمواقف الدولية لتوصيات أو طلب الجنائية الدولية، واسمح لي أن أبدأ بالموقف الأمريكي. طبعا دعم لإسرائيل هذا متوقع، ولكن ذهب الكونغرس لطرح وضع عقوبات بحق المحكمة الجنائية الدولية، بحق المدعي العام، وبحق عائلاتهم حتى كذلك، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة إذا ما أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالنت. كيف تقرؤون هذا الموضوع تحديدا؟ مساء الخير. نقرأ هذا الموضوع هو إرهاب الدولة. أمريكا ترهب العالم بقراراتها، بمواقفها. أمريكا تدعي الحرية والديمقراطية وتدعي العدالة في العالم. هذه المحكمة تجأنا إليها بعد أن استنفذنا كل الطرق الممكنة اللي استعملناها خلال القوانين الدولية، خلال الشرعية الدولية، وخلال التزام بكل شيء، ولم يردنا بشيء، فالتجأنا إلى المحكمة. أي إنسان بالدنيا عندما يختلف مع آخر، الملجأ الشرعي والقانوني والأصولي والواضح هي المحكمة. فمن متى أصبحت المحاكم مطلوبة للقضاء الأمريكي وللضرب الأمريكي؟ هذه المحكمة عندها ميثاق روما، ميثاق روما الأساسي مطروح في العالم، و130 أو أكثر من 130 دولة وقعوا عليه. فهي تمارس عملها من خلال ميثاق، ميثاق موجود بين يديها، وفي الميثاق يضع جرائم الحرب وفي تفصيل لجرائم الحرب. وبعدين المحكمة سيدت نفسها تعتمد على تحقيقاتها، تعتمد على اللي بتشوفه في العالم وتمارسه، ليس منحازة لطرف أو ضد طرف، هي محكمة وقضاء. طيب هذا الإرهاب مرعب، أن تقوم أمريكا بهذا العمل وهو يثبت أنه أمريكا غير كفؤ لأن تكون سيدة في العالم. طيب تتحدث حضرتك سعادة السفير عن ميثاق بالفعل، ولكن بنفس الوقت هذا لا يلغي الضغوط السياسية. هل تعتقد سواء الضغوط الأمريكية الموجودة على الجنائية الدولية أو حتى ضغوط أوروبية أخرى تمارس على هذه المحكمة يمكن أن تؤدي إلى تغيير بالقرارات؟ لا، تغيير قرارات لا يمكن، بس عدم التزام، التزموش، هذا اللي ممكن. أما يعني المحكمة بعدين هي لسه يعني ما صارت المحكمة، في اتهامات. نعم، المحكمة قدمت اتهامات بناء على ميثاق روما في أن إسرائيل اختلفت هذا الاتفاق بأنها عملت مذابح وعملت مصائب واحتلال دائم في فلسطين، ومعروفة للعالم، يعني العالم كله شهد. بعدين في حاجة تدعم المحكمة، كل شعوب العالم عم تتظاهر بالملايين دعما للحق الفلسطيني اللي بتسحق إسرائيل. نعم. بإيش؟ بالقنابل. أنا مدام أمريكا دخلت على الخط هي قنابل أمريكية. أنا بسأل أمريكا سؤال، ليش قدمت لإسرائيل قنابل زنة 2000 رطل، يعني طن، زنة القنبلة طن؟ هل في أهداف لحماس تحتاج لقنبلة بوزن طن؟ لا، الموجود في غزة بيوت من 5 طوابق تحتاج لقنبلة طن عشان تمسح البيت في اللي داخله. فأمريكا هي شريك في الإجرام الإسرائيلي اللي عملته في غزة بأن هي مونتها في القنابل، ويعترفت قنابل 1000 رطل و1000 رطل، يعني طن ونص طن للبيوت للمدنيين. وما زالت لليوم وامبارح وامس وبكره اسرائيل تقتل الاطفال، تقتل المدنيين. طيب، اسرائيل لا تحارب حماس. من قال ان اسرائيل تحارب حماس؟ اين هي حماس حتى تحاربها؟ وين جيوشها في غزه؟ ما في واحد هنا واثنين هناك بيضربوا بالرصاص. نعم سعادة السفير، هو فعليا اليوم يلي أغضب الدول كذلك وأغضب إسرائيل بطبيعة الحال، مش بس موضوع أنه وضعت أو هناك اتهامات للرئيس ولوزير الدفاع، ولكن أنها وضعت بنفس السلة مع حماس، هذا أغضبهم أكثر. حضرتك كيف ترى هذا الموضوع؟ أصلا بسيش اللي بحطوا بنفس السلة، هم من سلتهم مليانة. ما سلة إسرائيل، ما في سلة بجنبها تيجي سلتها، سلة إسرائيل مليانة بالجرائم.
حتى في نقطة واحدة، أنا حتى نحن وأنا شخصيا نعتب على المحكمة بأنها ما درجت من جرائم إسرائيل الاستوطان المستوطنات، لأنه في البند رقم 8، في المادة رقم 8 من البند رقم 8 اللي هي جرائم الحرب، المحتل إذا نقل سكانه إلى الأراضي المحتلة فهي جريمة حرب، والمستوطنات اللي معبية جميع الضفة الغربية هي نقل للسكان تاع الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، نعم وهذه جريمة حرب بدون نقاش، بدون تجني، لا فيها نعم تجني ولا بدها تحقيق ولا بدها يعني شواهد وشهود، من طيب مستوطنات معبية مناطق المحتلة في فلسطين، فهي جريمة حرب. ليش باللوم على المحكمة، ليش إنه المحكمة ما حطت هذه النقطة؟ طيب فعليا اليوم بالنسبة لما وضعته المحكمة، وضعت قادة حماس سواء بالداخل أو حتى مع إسماعيل هنية مع حفظ الألقاب هنا، ليش برأيك تم وضع هذه الشخصيات الثلاثة فعليا؟ وهل أنتم مع هذا الموضوع سعادة السفير؟ لا، ما هي ليش عملت هذا الشغل؟ هي سيدت نفسها، نحن قلنا المحكمة لم نحكمها ولم نأمرها ولم نطلب منها، احنا نظهر ايش اسرائيل عملت فينا من مخالفات مثل بناء المستوطنات والقتل الجماعي والتجويع والقضايا كلها، هاي هذا اللي بنقدمه للمحكمة، احنا ما بنقدم للمحكمة ايش تعمل وماذا طيب تسوي. تحفظت حضرتك على عدم ذكر الضفة والمستوطنات، ولكن أسأل هل تتحفظون على تسمية حماس أم تشجعون هذا الموضوع؟ لا بنتحفظ ولا بنتشجع، لأنه هذه هي مسؤولية المحكمة وهي سيدة نفسها. أنا بدأت كلامي في أقول سيدة نفسها عشان أجاوب هذا السؤال، هي سيدة نفسها، لا أنا ولا أمريكا بنحكم فيها، وأمريكا اللي بتهددها فلتوقف من التهديدات، لأنه هذا يعود كأمريكا دولة مارقة إنها نعم تهدد محكمة قضاة هذولا. طيب نتنياهو رد بالأمس طبعا بحالة غضب على القرار أو التوصية أو طلب إصدار مذكرات اعتقال، وقال بما معناه أنه هذا سيزيد إسرائيل عزما بمعركة رفح وقد يوسع هذه المعركة. هذه الإجراءات الانتقامية كذلك ما خطورتها سعادة السفير إذا ما استمرت فعلا الضغوط سواء من الجنائية الدولية أو من محكمة العدل أو من أي طرف خارجي على إسرائيل؟ هي إسرائيل تمارس هذا بدون ضغوط، بدون ما حد يزعجها، بدون هي مرتاحة تمارسه منذ اليوم الأول. أصلا أول ضربة هجمت فيها على غزة ضربت بيوت مدنيين، هي ما بتقاتل حماس، وهلأ برفح ما بتقاتل حماس، يعني وين حماس اللي بتقاتلها؟ وين جيوش حماس؟ إسرائيل ما في غير طيران ومدفعية تقصف بيوت المدنيين، وأنا يعني مستغرب العالم ليش ساكت عن هذا الشيء. أي اليوم أربع خمس بحارة تيجي المسيرة بتضربهم بتدبحهم، ليل نهار بنشيل قاعدين أشلاء أطفال من البيوت نعم وبتقتل بيوت، شو الحرب؟ يا عمي مش حرب هاي، إسرائيل تجرم وتقتل الأطفال والنساء والمدنيين اللي في البيوت، وليس عندها أي هدف سوى البيوت. قولوا لي وين الهدف؟ أهدافها مستشفيات وجوامع ومدارس، هذه كل أهدافها. طيب تقولوا في معسكر ولا في الآن دبابات، بس ما في عندهم اهداف تضرب ب 2000 رطل، 2000 رطل قنبله ما بتنضرب على بيت ولا بتنضرب على هدف في كل غزه، لانه ما سعادة في بغزه السفير اي حد يستحق هاي القنبله اسمح لي سوى فقط البيوت فيها. اسمح لي أسألك عن هذا الخبر العاجل الذي ننقله الآن. إذا نحن ننقل أخبار عاجلة عن رئيس الأركان الإسرائيلي من جباليا، هو موجود بجباليا على ما يبدو، يصرح من داخل قطاع غزة، يقول نحن مستعدون لعمليات خطيرة ومعقدة لاستعادة المحتجزين. أول شيء سعادة السفير، ما الذي ما زال أخطر وأكثر تعقيدا مما يحصل الآن بغزة؟ وثانيا، هل تريد إسرائيل استعادة المحتجزين بهذه الاستراتيجية العسكرية الموجودة برأيكم؟ اصلا اسرائيل من بدايه الحرب لا بدها المختطفين ولا بدها تستعيدهم. الهدف عاده العسكري ما بيعلن اهدافه، العسكري ما بيعلن اهدافه، هاي لما اسرائيل تقول انا اهدافي كذا وكذا، اعاده القضاء على حماس واعاده المختطفين، هذا المجنون اللي بيصدقهم، لان العسكري والقياده العسكريه لا تعلن اهدافها، اهدافها تبقى سريه، تنفذها بدون ما تعلنها، بعد ما تنفذها بتعلنها. هدف اسرائيل القضاء على أهل غزة، على فلسطين، على قطاع غزة كاملة، حتى لا يصير في وحدة جغرافية بين غزة والضفة، بدهم يقضوا على غزة قضاء يا عمي. اللي بيعملوه يوميا هو قتل الناس، ما بيعملوش غير هيك، أكثر من أنه يقتل الناس شو بدهم يعملوا أكثر من هيك؟ على التجويع وعلى كل الأمور والمصايب والعلاج، وفيش أكل وفيش شرب، هذا كله كمان
عذابات وهذه الجرائم. ومين بيقول هذه الجرائم حرب؟ ما هي غصب عنها المحكمة بدها تقول هاي جرائم حرب. طيب يعني بالمقابل يعني حماس أيضا لا تتوقف لا عن القصف ولا عن المواجهات، هذا أيضا يعني يجب غض النظر عنه سعد سفير؟ مواجهات ما عندها مواجهات بكذا نقطة بلا حصلت مواجهات عندما وصلت الأمور إلى بعض الـ 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 التماس خطوط نقطة الصفر. هلا هذه الإعلانات التلفزيونية أنا مش مقتنع فيها كلها. هاي بدي أحكي لك حاجة، قذيفة الياسين هاي تنضرب على المركبة، البي 7 بيأثر بيجرحش المركبة، بيجرحهاش، هاي أزازة مولوتوف بيرموها. مقاتلين جدعان، نعم. مقاتلين أطراف، مقاتلين أحترمهم، مقاتلين أحتز فيهم، ولكن ما عندهم سلاح يقدر يقاتل السلاح اللي جاي عليهم. طيب أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا هذا المساء في الأخبار الليلة سعادة السفير أسامة العلي عضو المجلس الوطني الفلسطيني ضيفنا من عمان، شكرا جزيلا لحضرتك.